مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم موضوع الغلاف تأتيكم عبر قناة المجد الفضائية. نستعرض خلالها أهم الموضوعات التي طالعتنا بها مجلات مختلفة عربية وعالمية. تحت عنوان لماذا يكره السياسيون الصحافة، استطلعت مجلة بوليتيكو آراء عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين، كان أولهم الحاكم السابق لولاية فيرمونت هوارد دين، الذي أعرب عن رأيه في العمل الصحفي داخل الولايات المتحدة. الصحافة لا تزال حرة وما زالت قادرة على تناول القضايا التي لا يجرؤ أحد آخر على طرحها، وفيما يتعلق بدورها الأساسي فإنها لا تزال تفعل ما يتعين عليها القيام به، لكن من حيث تثقيف الجمهور فقد ذهبت مصداقيتها. إن الصحافة هي أحد المؤسسات الفاشلة في الديمقراطية الأمريكية إلى جانب وول ستريت والكونغرس، والأسوأ من ذلك هو الاعتماد على مصادر مجهولة لا يمكن التعويل عليها وليس بمقدور القارئ تقييمها. نصيحتي للعاملين في الصحافة أن يتذكروا أنهم جزء هام من الحكومة والديمقراطية وأن يعملوا وفقا لذلك. في محطتها الثانية استطلعت بوليتيكو رأي رئيس مجلس النواب السابق نيوت جانجريتش، فكان رأيه أكثر نقدا. تدور وسائل الإعلام اليوم مع الأرقام حيث دارت، فإذا عثرت على عضو كونغرس أحمق بما يكفي ليلتقط صورا لنفسه وينشرها في تغريدة، فإنها ستحصل على تغطية تفوق 600 مرة الاهتمام الذي توليه الصحافة لمخاطر السلاح النووي الإيراني. قاد ناريندرا مودي حزبه بهارتيا جناتا إلى نصر ساحق في الانتخابات العامة، وأصبح رئيسا للوزراء في الهند منذ 21 مايو 2014. بعد عام في سدة الحكم، خصصت مجلة فرونت لاين موضوع غلافها الأخير لتقييم أداء مودي وحزبه، وخلصت إلى أن السكرة ذهبت وتكشف الواقع عن خيبة أمل كبرى. الفجوة الهائلة بين الوعد والأداء هي أبرز سمات العام الأول لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هذا إلى جانب تزايد المعارضة داخل الحزب ذاته. وتمثل 12 شهرا الماضية من حكم مودي ارتفاعا في الطموحات والآمال السياسية في مواجهة خيبة أمل على مستوى التطبيق. كانت التوقعات الأولية تشير إلى أن رئيس الوزراء الهندي الجديد سوف يستمر في الحكم لفترة طويلة، وأن حزبه بهاراتيا جناتا سوف يصبح بديلا شاملا لحزب المؤتمر الوطني الهند ويتحول إلى الحزب المهيمن الوحيد، لكن الأيام أثبتت أن كل هذه الآمال انتهت بخيبة أمل كبرى. خصصت مجلة الشروق موضوع غلافها الأخير للحديث عن لقاء السبعة الكبار يومي 6 و7 من هذا الشهر في أقصى الجنوب الألماني، وتحديدا داخل قصر إلماو الشاعري، لبحث أزمات اقتصادية عالمية وصفتها المجلة بالحارقة، ولرسم ملامح خطط سياسية جديدة تهدف بحسب الشروق إلى إطفاء نيران حرائق بدأت تشتعل في أكثر من منطقة وتهدد السلم والأمن العالميين. منذ نحو سنة عملت أنجيلا ميركل على حجز مكان هادئ في أقصى الجنوب الألماني لاحتضان قمة أقوى زعماء الاقتصاد العالمي. وسائل الإعلام الألمانية أطنبت في الحديث عن القمة التي ستعقد في القصر، مبينة أنه مكان شاعري وهادئ يعود إلى أحد الحكماء، وهو ما قد يشي ببعض الأهداف التي ترغب ألمانيا في تحقيقها بهذه القمة.
حيث يقع القصر على ارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، وتحيط به مزارع خضراء ناضرة وغابات أسطورية، وحولها جميعا تنتصب جبال شاهقة تحبس الأنفاس. في هذه الأجواء ينعقد اجتماع السبعة الكبار في الاقتصاد العالمي. في الوقت ذاته يتطلب هذا الاستقبال للضيوف الدوليين من كبار السياسيين ايضا مستويات رفيعة من العمل والخدمة، وهو ما يفرض تحديات من نوع خاص، خاصة لحكومة ولاية بافاريا التي تعمل منذ مطلع 2014 على التحضير لهذا الاجتماع بالتعاون مع الوزارات الاتحادية المعنية. الاحتفاء الألماني بالقصر الذي سيشهد مباحثات بين أكبر زعماء الاقتصاد العالمي على مدى 48 ساعة فيه تعبير عن منافسة خفية بين الدول الحاضنة لهذا المؤتمر التي تتبارز في إظهار مخزوناتها التراثية والطبيعية. لكن بعض المراقبين يعتبرون أن لقاء بهذا المستوى وفي مكان منعزل وهادئ يعني أن هناك توجهات لرسم سياسات جديدة بعيدا عن أي ضغوط، ومحاولة لوضع حد لنيران الأزمات المشتعلة على المستويين الاقتصادي والسياسي. فالمناظر الطبيعية الخلابة قد تكون مؤشرا لرغبة زعماء العالم في طي صفحات الدمار والخراب. خصصت مجلة شؤون خليجية موضوع غلاف عددها 20 للحديث عن تداعيات تفجيرات القطيف، مشددة على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية السعودية باعتبارها أصعب الجبهات، وهو ما يتطلب مزيجا من القوة والحكمة. لا شك أن عمليات داعش تمثل مشكلة تحتاج إلى حل، فالعالم الإسلامي يحتاج إلى العمل سويا للبحث عن كيفية مواجهة هذا التنظيم والجماعات المشابهة له، فقد أصبح من القوة بمكان ما يتطلب قوة عظيمة لصده عن جرائمه. ويأتي الدور الرسمي للمملكة تجاه تلك الأحداث بمثابة صفعة على وجه الإرهاب، فقد وصفت صحيفة إندبندنت البريطانية تعليقات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تفجير القطيف بالتحرك التصالحي في وقت تزداد فيه التوترات بين السنة والشيعة في المنطقة. كما جاء تعهد العاهل السعودي بتتبع ومعاقبة المسؤولين عن التفجير الذي خلف 21 قتيلا من مواطني المملكة، كرسالة تأكيد واضحة باستمرار جهود السعودية في محاربة هذا الفكر. استهلت مجلة الشراع عددها الأخير بالتذكير بأن حزيران يونيو شهر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، خلاله احتلت قوات الاحتلال ثاني عاصمة عربية بعد القدس المحتلة، ورأت أن اليوم يتكرر السيناريو ذاته لكن بوجود أدوات مختلفة، قائلة: نعم، بيروت محتلة، قرارها ليس في دوائرها الحكومية والنيابية، بل هي تابعة لمشيئة المحتلين الظاهرين الخفيين خارج الحدود. وما استوعب اللبنانيون الدرس ولا عرفوا معنى الاستقلال ومفهوم تقرير المصير. من مأساة إلى كارثة يتنقل هذا البلد الصغير، فما آن الأوان ليصبح اللبنانيون أحرارا بالفعل ويمسكوا بقرارهم وإعلاء مصلحة وطنهم على مصالح أي جهة أخرى محلية كانت أو خارجية؟ لم يعد الكلام عن خطوات تصعيدية يعتزم حزب الله القيام بها في الداخل اللبناني مجرد توقعات، بل بات شبه محسوم في أوساط نافذة وعديدة، بعضها يصنف في دائرة خصومه وبعضها الآخر في دائرة حلفاء وأصدقاء له، يتحدثون عن أن الكيل قد طفح وأن عليه القيام بخطوات حاسمة. ولذلك فإن السؤال المطروح لدى هذه الأوساط لا يتعلق بما إذا كان الحزب سيقوم أو لا يقوم باتخاذ هذه الخطوات التصعيدية، بل يتعلق بشكلها والمدى الذي يمكن أن تأخذه وطبيعة الأهداف التي يريد تحقيقها.
في سياق المشهد العام المشتعل في عدد من دول المنطقة ومسار التسويات المطروحة. السيناريوهات المطروحة عديدة، إلا أن أخطرها هو محاولة تقييد الوضع الداخلي في لبنان دستوريا وسياسيا وفي كل المجالات لسنوات ومن خلال آليات الدستورية المعمول بها. وهذا السيناريو هو استعادة لملف الانتخابات الرئاسية في لبنان عام 1982 عندما أنجز انتخاب بشير الجميل بعد إحضار النواب بالقوة للإدلاء بأصواتهم لصالح وصوله إلى قصر بعبدة، وهو ما لم يتم بعد اغتياله قبل بدء ولايته الدستورية. وتساءلت المجلة، ما الجديد أو الطارئ الذي يجعل الحزب يختار هذا التوقيت للقيام بانقلابه الجديد؟ وهل تفرض التطورات الميدانية في سوريا والانهيارات المتتالية للنظام السوري قيامه الآن بما لم يقم به خلال الأشهر الماضية؟ أم أن عاصفتي الحزم وإعادة الأمل في اليمن بقيادة السعودية وما أعقبهما من استنهاض للحيويات العربية فرضتا على إيران ومن خلفها الحزب القيام بالانقلاب المشار إليه؟ في معلومات مؤكدة أن حركة الموفدين الإيرانيين إلى لبنان والتي توجت بزيارة علي أكبر ولايتي في سياق جولة شملت أيضا دمشق، كان الهدف منها إبلاغ قيادة حزب الله بأن عليها تحصيل ما يمكن تحصيله من مكاسب سياسية وغير سياسية في لبنان، وبما يعزز أوراقها وإدارتها اللبنانية، وذلك قبل 30 حزيران يونيو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، وأن الاتفاق سيوقع في صيغته النهائية، وأنه ليس هناك ما يحول دون توقيع الاتفاق. ووفق الرسالة الإيرانية، وهي عمليا من أعلى سلطة في إيران ممثلة بعلي خامنئي عبر موفده علي أكبر ولايتي، فإن ما بعد تاريخ توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيكون الباب مفتوحا لمفاوضات وحوارات ومساومات حول الملفات الإقليمية للوصول إلى تفهمات أو تسويات، وأن الأولوية بالنسبة لإيران هي العراق، وأنها قد تضطر إلى تقديم تنازلات في لبنان. وبالطبع فإن الرسالة الإيرانية أخذت على محمل الجد، وبدأ وضع السيناريوهات المناسبة لتنفيذها والعمل على إنفاذها بطريقة تضمن للحزب وحلفائه فرض أمر واقع جديد لا يستطيع أحد تجاوزه لدى حلول لحظة البحث في ملف اللبناني على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية من ضمن الملفات المطروحة على بساط البحث، وأهمها ملفات اليمن وسوريا والعراق. نسجا على منوال التقرير الثالث لمستوى السعادة حول العالم 2015 الصادر حديثا في 172 صفحة باللغة الإنجليزية عن شبكة حلول التطوير المستدامة SDSN وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، خصصت مجلة الدوحة موضوع غلافها الأخير للوقوف على مصادر السعادة في الوطن العربي ووضعها على محك المقارنة مع مؤشرات التقرير ومقاييسه العامة، فضلا عن لفت الانتباه إلى طبيعة هذه التقارير الصادرة عن منظمات شبه مستقلة مهتمة بشكل أساسي بتوسيع دائرة الاهتمام بموضوع السعادة ونقله من الفضاء الأكاديمي إلى المحك السياسي والإعلامي. إذا كان المجتمع الدولي يحتفل يوم 20 آذار من كل عام باعتباره اليوم العالمي للسعادة تحت شعار السعادة هي هدف إنساني أساسي، فإن هذه السعادة يجب أن تكون من أولوية الوظائف الحكومية وفي أولوية برامج التنمية. ومن هنا فبلادنا العربية لتحقيق السعادة عليها تجاوز مشكلات ومعوقات عدة تقف أمام تحقيق أهداف الألفية في تعميم التعليم وتعميم الصحة والتخفيف من الفقر والبطالة وتعزيز الشفافية واتساع فضاء الحريات العامة.
وهنا نحتاج إلى تجديد لدور الدولة وتجديد لمفهوم التنمية، بل واعتماد نموذج اقتصادي متطور يتضمن في سياقه حاجات الإنسان المادية والاجتماعية والثقافية، وينظر إلى الإنسان كفرد وفي إطار مختلف تكويناته المجتمعية، أي أننا نحتاج إلى نموذج اقتصادي يحقق رفاها ماديا متلازما مع تحقيق العدالة والحرية. وهنا تكون السعادة أهم ناتج قومي تحرص الحكومات على تحقيقه. وأولا وأخيرا، لا تتحقق السعادة إلا بالنظر إلى الإنسان وفق منظومة الحقوق والحريات المرتبطة بوجوده اللازمة لمعيشته. وهنا يكون مفهوم الإنسان وسعادته هدفا أصيلا لنظرة الحكومات إليها، وهدفا أصيلا لفلسفتها السياسية وبرامجها الإنمائية. ولكن ماذا عن الفلسطيني؟ تتساءل المجلة. قد يكون السؤال عن سعادة الفلسطيني مهينا، ولكننا نحاول أن نثبت أنه حتى لحظات سعادته الإنسانية توضح هول مأساته، بدءا بالأمن فهو يفقده في ظل محتل مغتصب، وقد لا يملك الصحة أو يملكها بشكل جزئي، فهو معرض للاعتقال والانتهاك حريته وجسده في أي لحظة. ذهبت مجلة الدوحة في جولة فكرية مع باحثين وسياسيين وأدباء فلسطينيين لاستطلاع مفهوم السعادة من وجهة نظرهم. يرى الباحث الأستاذ الدكتور إحسان الديك المحاضر في جامعة النجاح أن سعادة الفلسطيني منقوصة بسبب منغصات الاحتلال. يسعد إن بقيت له أرضه ولم تصادر، ويسعد إن نجا من الاعتقال أو مر على حاجز عسكري ولم يهن بالتفتيش. يسعده أن يتسلم راتبه الشهري وأن يبقى شيء من بعد سداد القروض، أن يجد متنزها أو ملعبا أو ناديا يؤوي الأولاد من الشوارع. يسعده أن يكون التعليم مجانيا والعلاج متوفرا، أن يتوافر له الماء على مدى الأسبوع، وأن يسبح في البحر أو النهر. كثيرة هي الأشياء التي تسعد الفلسطيني، لكنه محروم منها. ويبدأ وزير الثقافة الفلسطيني السابق الأديب يحيى يخلف كلامه باقتباس مقولة محمد المغوط: إن الفرح ليس مهنتنا، متسائلا باستهجان: هل هناك فرح في ظل الاحتلال وجرائمه اليومية؟ من المؤكد أن الحياة مستمرة، والربيع يزهر في السهول والجبال والتلال رغم أنف نتنياهو، ومن المؤكد أن هناك أفراح زفاف، هناك مسرات صغيرة بنجاح ابن أو ولادة مولود، لكن الفرح كظاهرة غير موجود. لا يوجد احتلال جميل، كل احتلال هو قذر وبشع وغير إنساني، وشعار شعبنا الفلسطيني هو: عيدنا يوم عودتنا، وعيدنا يوم استقلالنا. وماذا عن الفلسطيني في الشتات؟ حتما سيوبخنا ويقول: عن أية سعادة تتحدثون؟ وفي هذا يقول الأديب توفيق فياض: سؤال الفلسطيني، أي فلسطيني، عما يفرحه أو يحزنه الآن، لهو سؤال عبثي ومهين. تتضح لنا الصورة المؤلمة من خلال الآراء المتنوعة، سواء كانت من فلسطيني الضفة والقطاع أم فلسطيني الداخل أم الشتات، فقد اجتمعوا على رأي واحد في كون السعادة الحقيقية للفلسطيني لن تحصل إلا بزوال الاحتلال، وسعادتهم اللحظية تمثل ألمهم، بكلمات أخرى سعادتهم في أن يدعوهم على قيد الحياة. تبنت البلدان العربية نماذج طموحة للنمو الاقتصادي، لكن ذلك جاء على حساب التقدم في قضايا اجتماعية وبيئية في ظل استمرار أشكال الفقر والبطالة وتهديدات الأمن الغذائي والمائي والتدهور البيئي التي نجمت عن ذلك في إلحاق الأذى بالاقتصادات العربية.
بهذه المقدمة. استهلت مجلة البيئة والتنمية موضوع غلاف عددها الأخير الذي حمل عنوان اقتصاد أخضر لربيع عربي حقيقي. الأخطاء في أداء الاقتصادات العربية ساهمت في شكل كبير أيضا في تدهور الأوضاع الاجتماعية، وأدى استمرار الفقر والبطالة إلى تهميش اجتماعي تزيده تباينات المداخيل. وتسببت التأثيرات التراكمية لهذه الأخطاء في عدم استقرار اجتماعي وسياسي. وتظهر المطالبات بالتغيير في البلدان العربية أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعاظمة وما ينجم عنها من تداعيات على الأمن المعيشي هي عائق في وجه الاستدامة. يمكن فهم الضغوط الناجمة عن النماذج التنموية العربية من خلال تفحص المؤشرات، فالفقر ما زال يضرب 65 مليون نسمة في البلدان العربية، وانعدام الأمن الاقتصادي يتفاقم نتيجة الارتفاع المقلق لمعدلات البطالة التي وصلت إلى 15% بين عموم السكان وبلغت 30% بين الشباب. وما زالت التباينات الحادة قائمة بين البلدان العربية، وكثيرا ما تخفي أرقام النمو المرتفعة التدهور الحاصل في الرأسمال الطبيعي المتجدد. وقد أظهر تقرير أفد عن البصمة البيئية الذي تم إعداده بالاشتراك مع شبكة البصمة البيئية العالمية أن العجز بين البصمة البيئية والقدرة البيولوجية في المنطقة العربية هو 50%، وهذا يلقي ظلالا من الشك على قدرة الاقتصادات العربية على خلق 50 مليون فرصة عمل جديدة يتوقع أن تكون مطلوبة بحلول عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع بقاء معدلات البطالة الحالية. ما زالت الاستراتيجيات التنموية العربية خاضعة لهيمنة الاستثمارات في المنتجات السلعية الاستخراجية الموجهة لأسواق التصدير، وعلى الرغم من تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا النموذج يجعل الاقتصادات العربية أكثر تعرضا لتقلبات الأسواق العالمية ويفشل في خلق فرص عمل وافية. إن انعدام تنوع المداخيل هو السبب الرئيس للضعف الهيكلي في الاقتصادات العربية. وتحت عنوان تغيير المسار المياه والغذاء والطاقة، رأت المجلة أن التحول إلى اقتصاد أخضر يتطلب مراجعة جوهرية وإعادة تصميم للسياسات العامة من أجل تحفيز تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار. وحذرت من أن موارد المياه شارفت وضعا حرجا في معظم البلدان العربية غالبا نتيجة سياسات تشجع الاستهلاك المفرط وتتقبل الاستغلال الجائر للموارد الشحيحة. وتتم معالجة أقل من نصف إجمالي مياه الصرف في حين يعاد استعمال أقل من 40% من المياه المعالجة. كما أن معدل حصة الفرد من المياه المتوفرة يضع المنطقة العربية بأسرها في فئة الندرة الحادة. ومن بين البلدان العربية الواقعة على ساحل البحر المتوسط يبقى لبنان وحده خارج هذا التصنيف، لكن قطاعه المائي يعاني من سوء الإدارة. ويفتقر أكثر من 45 مليون نسمة في المنطقة العربية، يشكلون أكثر من 10% من عدد السكان، يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صرف مأمونة. على البلدان العربية التركيز على سياسات تضبط وتنظم الحصول على المياه وتعزز كفاءة الري والاستهلاك وتمنع تلوث المياه وتقيم مناطق محمية حيوية للموارد المائية. ويجب زيادة حجم مياه الصرف المعالجة من نحو 50% اليوم إلى ما بين 90% و100% مع زيادة الجزء الذي يعاد استعماله في من 20% كمعدل اليوم إلى 100%. ويجب تطوير تكنولوجيات لتحلية المياه محليا مع استخدام الطاقة الشمسية. يشكل الأمن الغذائي تهديدا رئيسا آخر للبلدان العربية، والسبب أساسا إهمال القطاع الزراعي وتخلفه، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية الزراعية وانخفاض معدلات كفاءة الري التي تبلغ في معظم البلدان العربية نصف المعدل العالمي. وقد وجد تقرير أفد لعام 2004 حجر حول الأمن الغذائي
أن البلدان العربية تستورد نصف ما تستهلكه من الموارد الغذائية الأساسية، وبلغ صافي فاتورة وارداتها الغذائية 56 بليون دولار عام 2011، بما في ذلك 25 بليون دولار للحبوب. على الحكومات العربية إعطاء أولوية للتنمية الريفية الزراعية كهدف استراتيجي للسياسات، ومن شأن تنشيط القطاع الزراعي أن يحسن مستويات المعيشة ويحد من هجرة الأرياف إلى المدن ويولد أكثر من 10 ملايين فرصة عمل. وإضافة إلى ذلك، سيحقق التحول إلى ممارسات زراعية مستدامة وفورات للبلدان العربية تتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 100 بليون دولار سنويا، نتيجة رفع إنتاجية المياه وتحسن الصحة العامة وصون الموارد البيئية. ليس هذا وفقط، بل يفتقر نحو 60 مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات الطاقة الحديثة والمضمونة، خاصة الكهرباء، ما يحد من فرص تحسين مستويات معيشتهم. وفي الوقت ذاته تعتبر بعض البلدان العربية من الأقل كفاءة في الطاقة، وتسجل أعلى استهلاك طاقوي للفرد في العالم. الخيار الواضح هو استجابة قائمة على التحول إلى اقتصاد أخضر. ليس على المنطقة أن تختار إما التنمية الاقتصادية وإما العدالة الاجتماعية وإما صحة النظم الإيكولوجية. فالاقتصاد الأخضر مصمم لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في وقت واحد. التحول إلى تنمية خضراء ليس حدثا آنيا يمكن تحقيقه بقرار واحد، بل يجب النظر إليه كعملية طويلة شاقة توجهها سياسة من أعلى الهرم إلى القاعدة، ومشاركة جماهيرية من القاعدة إلى أعلى الهرم. هذا النهج يصبغ على التحول الشرعية السياسية والاجتماعية المطلوبة لحشد الجهود على نطاق واسع كي يصبح التحول حقيقة. والحوكمة الرشيدة هي المطلب الأساسي لتحقيق ذلك. مشاهدينا، كنا معا وهذه الجولة من برنامج موضوع الغلاف، استعرضنا خلالها أهم الموضوعات التي طالعتنا بها مجلات مختلفة عربية وعالمية. حتى نلتقي، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.